التوطين أصبح مسألة أساسية فيما يخص التدبير. نعم. يعني تدبير المخاطر لا يمكن أن تتدخل الجهات المسؤولة للحد من المخاطر أو التخفيف من آثارها إذا لم يكن هناك توطين لهذه المخاطر وذلك من خلال رصدها. طبعا الحال الآن بالنسبة لبلدنا عندنا مجموعة من المؤسسات في مقدمتها الأرصاد الجوية الوطنية اللي كانت عندها مجموعة من الآليات وكتعتمد تكنولوجيا متطورة لرصد التحولات المناخية ولتتبع كل ما يمكن أن يقع، وطبعا الحال تتقاسم هذه المعلومات مع الجهات المسؤولة، الوقاية المدنية، الأمن، الجيش، الجامعات. فطبعا الحال هذه المعطيات لكي هي معطيات رقمية لكن لكي تصبح يعني سهلة الاستعمال ولا بد من توطينها في خرائط. نعم. فالمديرية الأرصاد الجوية تقوم بوضع مجموعة من الخرائط لتحديد أماكن والمناطق التي يحتمل أن يقع فيها تقع فيها هذه المخاطر وهذه الكوارث، ثم تضعها رهن إشارة هذه الجهات المسؤولة ليسهل التدخل وتحديد يعني المناطق التي يمكن التدخل فيها من خلال هذه المؤسسات. فإذن كان واحد المنظومة متكاملة ما بين الرصد والتدخل للجهات المسؤولة اللي هي الوقاية المدنية وأيضا السلطات المحلية في عين المكان. فإذا التوطين باختصار هو تحديد من خلال خرائط تحديد أماكن وقوع هذه المخاطر ليسهل تدبيرها.